كابتن ضياء، احنا كنا في سؤال السوشيال ميديا في بداية الحلقة، كنا بنسأل الجماهير كم مرة أهلي والزمالك اتقابلوا في بطولة كأس مصر، تحب تجاوب؟ لا انا ما هو 31 32 مره تقريبا 32 يا جماعه، غشيت انا غشيت اجابه صحيحه 32. انا غشيت يا جماعه على فكره، انا غشيت ريهام غشيتها لي، ريهام غشيتها لي. خلينا بقى اقرا مع حضرتك كده عشان نشوف الاهلاويه بقى عاملين ايه. اللي جابات محمد ربيع بيقول 19 مره، ده كلام 19 مره. احمد النميري 31، ادهم ناصر 32. احمد كده مظبوط، سوري ادهم كده الاجابه مظبوطه. حماده دونجواي، والله من كتر الدوري والكاس وافريقيا عندنا الواحد ما عادش بيحسب، والله برضو إجابة حلوة. طارق موسى بيقول 31 مرة، لا الإجابة مش دقيقة قوي. محمد علي 21. عبد الرحمن بيقول هو حددهم 31 برضو، لا واضح إن فيه بقى لخبطة عند البعض. نادر ممدوح 31. محمد أبو النجا 19. محمد السيد بيقول برضو 19. همس 31 برضو غلط، 19. علاء أنيس، أحمد حبيب 31. واضح كده إن في لخبطة لأن معظمهم 19 ممكن بيحسبوا كل المباريات على الأقل، مش النهائي، ممكن مش المقابلات بس، مش النهائي يعني. أنا هقول لحضراتكم دلوقتي الإجابة مظبوط. أحمد مش عارفة أحمد إيه، أحمد بيجاي 20 مرة، لا دي جديدة دي بقى 20 مرة 20 دي جديدة. عبدو محمد صباح أهلاوي على كأس مصر، ناوي حلوة حلوة. عبد محمد 19، جمال ناصر 30، محمد عزت 20، أحمد حسن 20. 8 مرات دي جديدة برضو قوي يا حمادة. حمادة أهلاوي ويفتخر 8 مرات أوي. لا غلط طبعا. كوستا نبروح تقريبا 31 مرة، هو مفصل لنا يعني البطولات أو اللقاءات، لا برضو غلط، أو يعني قربت أنت الإجابة شوية الصح. شاهد الخولي 19، أحمد السيد 31، محمد جمعة 19، عمر محمد 19. عماد بيقول هنا كامل مجمل بتاعه 37 مرة، لا برضو مش مظبوطة يا عماد. محمد أشرف 20، وبعدين محمد أشرف تاني 30. عبد الرحمن بيقول 19. خليني أقول لحضراتكم الإجابة مظبوطة. إحنا لعبوا تحديدا 32 مباراة. الأهلي فاز في 16، تعادل في 6، وخسر في 10. الأهلي أحرز بلغة الأرقام كده للأهداف 57 هدف مقابل 46 في دور ال 16. لعبوا مباراة واحدة فاز فيها الأهلي، وفي دور الثمانية لعبوا 7 مباريات فاز الأهلي في 4 وتعادلوا في 3 لو انا مظبوط كده كلامي، وحضرتك تصلح لي برضو. في نصف كان النهائي ولعبوا 4 مباريات فاز الاهلي في 2 وتعادلوا في 2. في نهائي برضو لعبوا، في النهائي لعبوا 20 مباراه فاز الاهلي في 9 والتعادل كان في 3، وفاز الزمالك في 8 مباريات والتعادل. هنا عشان بس نوضح حاجه برضو، حاجه اعتقد مهمه، ما كانش في ضربات واداء ترجيح، ما كانش فيه ضربات ترجيح، فلما بيتعادلوا بيتعادل ماتش مره تانية وبيتم بعد كده يعني تقاسم الفريقين اللقب مرتين. الاول باب التفاؤل بقى، باب التفاؤل لسه، باب التفاؤل شهر ايه؟ شهر 7. ايوه انا بس بحكي بالتفاصيل اكتر. الاول كان النهائي طبعا موسم 42 و43، ويعني وما اعتقدش ان هو اتلعبت المباراه فتقاسموا بقى الكاس، والثانيه كانت برضو تقاسموا فيها الكاس في عام 58 بعد التعادل اللي كان 2-2 وكان 0-0. بس الجزئيه اللي انا وكابتن ضياء كنا بنتكلم عنها قبل كده، لما ترجع شويه برضو بالتاريخ هتلاقي ان شهر 7 اي مباراه كانت بين او اللقاء ما بين الاهلي والزمالك وشهر 7 احنا اللي كنا بنكسبها. فان شاء الله خير. اقول لك حاجه دلوقتي برضو، مباريات الاهلي والزمالك خارجه عن التوقعات وعن التقييم. لا لا طبعا نتكلم بامان، والدليل زي ما بقول لك احنا لما لعبنا مباراه الناشئين والاهلي كان بيلعب بكل فرقته ناشئين ما عدا كان كابتن احمد شوبير، وكان الزمالك بيلعب فول تيم، احنا كسبنا. فمباراه الاهلي والزمالك عموما خارجه بره التوقعات وبره النتائج وبره حتى الـ 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 التاريخ الـ 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 اللي بيجمع مباريات الفريقين يعني. اتمناها والله يعني، اتمناها نواند بس يعني يتحط في الاعتبار الحته اللي كنا بنتكلم فيها دي بالنسبه للنادي الاهلي، لان في بعض اللعيبه تحس ان هم بقوا مستهلكين. يعني عندك علي معلول، انا مش عايز الناس تغلط يعني تتحامل على علي معلول، على السوليه، على حمدي فتحي، مش عايز اتكلم عشان انا بص يا كابتن زي انا قلت الكلام ده، انا قلت الكلام ده في بدايه الحلقه. كل اللي احنا طالبينه من حضراتكم دلوقتي واحنا ده دورنا الدعم، دعم الكامل، الثقه في الفريق، وان شاء الله خير، وان شاء الله يعني يوم الجمعه نقدر ان احنا نصحى ونقول صباح النصر لينا بقى، احنا مش هنبقى هوا بس نقدر نقولها لنفسنا حتى.